بوم اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة بتعبر عن اختبار كبير بيمر بيه كل البشر، المؤمن وغير المؤمن، الصالح والطالح. كتير منهم نجحوا في الاختبار ده وخلاهم أحسن وأرقى، وكتير منهم ما نجحوش وتغيروا وساءت أخلاقهم. خلاصة الاختبار ده هي كلمة النهاردة: خير ان تعمل، شر ان تلقى. عملت خير مع شركتك أو مع صاحبك أو مع بلدك وما لقيتش خير، لقيت شر. انت كنت بتتعب وبتحسن وبتكرم وبتسامح، لكن رد الفعل ما كانش كما كنت متوقع. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، عايز أقول لكم على سر الاختبار ده. في معنى هو أرقى معنى بينك وبين الله، اسمه الإخلاص. إنك تعمل الحاجة عشان خاطر ربنا، ابتغاء وجه الله. يا رب أنا عبدك، عايز أكون على مرادك وكما تحب. أنت عارف المعنى ده مش سهل والكل بيقوله، لكن ساعات تعمل خير وبتقول لله فما تلاقيش رد الفعل المطلوب من البشر، إما تنجح وتقول مش مهم أنا عملته لله، فربنا يرقيك ويخليك من المحسنين اللي أحسنوا مع الله وإن الله لمع المحسنين، أو تسقط في الاختبار وتقول مدام ما لقيتش رد الفعل اللي أنا عايزه يبقى أنا هعملك بالمثل، وتفقد أخلاقك بل وإخلاصك كمان، ويبقى العمل ما كانش لله من الأول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحط البشر في الاختبار ده عشان يقول لهم أنتوا قدام نفسكم بتعملوا لله ولا لأ، ولو صبرت اتعلمت الإخلاص. بس خد بالك في مقابل انت ما خدتش بالك منه. بسم الله الرحمن الرحيم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، خيرا في الدنيا وأعظم أجرا في الآخرة. أعرف قصة واحد كان بيشتغل جامد قوي في شركته والشركة مش مقدراه، وعشان هو طيب مديره في الشركة بيرمي عليه أكتر من شغلانته بكتير وما كانش بيشتكي. مرة طالع من مسجد فقابل واحد صاحبه من زمان كان معاه في الكلية، قال له انت فين يا عم، ده احنا محتاجين واحد يساعدنا في الشغل. وخده معاه شركته، مرتب اعلى والناس بتحترمه، والشغل ممكن يكون تقيل لكنه خلاص اتعود يشيل التقيل ويشتغل اندر ستريس تحت ضغط، فاذا بيه الشغل يبقى بسيط عليه جدا بس بيقدروه بمرتب اعلى. دي قصة ممكن تكون بسيطة لواحد تعب وما لقاش المقابل من شركته، بس ربنا وسع عليه بعد كده وكافئه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عملتها لله ربنا هيفتح عليك بعد كده. أعرف قصة بنت صبورة على أهلها، عندهم عنف وخناقات كتير، لكنها قررت إنها تعيش طوع أبوها وتعيش طوع أمها، لكن ربنا بعد كده فتح عليها بعريس قمة في الحنية والكرم، عوض حياتها التعيسة اللي كانت في بيتها بحياة كلها عطاء وحنان. علشان كده ربنا بيرقيك وانت مش واخد بالك من حد بيعامل الخلق لإنسان بيعامل الحق. فاوعى تقول خير ان تعمل شر ان تلقى، لو عملت خير يقينا هتلاقيه عند ربنا، هيكافئك في الدنيا وهيكافئك في الآخرة. هعرض عليك عرض، ايه رأيك تسامح انسان فربك يسامحك سبحانه وتعالى؟ ايه رأيك تعمل خير في انسان فتلاقي منه شر فتواصل خيرك معاه فربنا يواصل خيره معاك رغم ان ربنا شاف منك شر؟ مش احنا ساعات ربنا بيعمل لنا خير وينزل علينا النعم واحنا نعصيه بالنعم دي، ويبقى خير ان تعمل من الله شر ان تلقى من الانسان؟ ومع ذلك رب العالمين كما في الحديث المشهور: اتحبب اليهم بنعمتي وانا الغني عنهم، وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي. ومع ذلك ما يغيرش نعمته ويبارك ويوسع رغم إن إحنا مش كويسين والخير نازل من الله والشر صاعد منا. تحب ربنا يقطع خيره لو شاف منك شر؟ ما تقطعش خيرك حتى لو شفت شر من الناس، اعملها لله تصير مخلص. خير ان تعمل شر ان تلقى من الخلق، من بعض الخلق مش من كلهم، لكن خير دائم من ملك الملوك الكريم. وربنا يهدينا وياخد بأيدينا، والحمد لله رب العالمين.